السلام عليكم. في سنة 2018 منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة طلعت زي تقرير كده بتقول فيه إن حوالي 87 مليون طفل بيتولدوا سنويا ما بيرضعوش الرضاعة الطبيعية في أول ساعة من الولادة. يعني فيما معناه إن بين كل 5 أطفال بيتولدوا في 3 أطفال ما بيرضعوش الإيه؟ الرضاعة الطبيعية من الأم في أول ساعة من الإيه؟ من الولادة. طب وايه الموضوع؟ احنا عندنا اللبن اللي بيرضعه الطفل من الام من ثدي الام 3 مراحل. المرحله الاولى اسمها كولوستروم. يعني ايه كولوستروم؟ لبن السرسوب، تمام؟ اللبن اللي بيكفي الطفل في اول اسبوع بعد الولاده مباشره. اللبن السرسوب دلوقتي بيبدا انتاجه في اخر فتره من الحمل قبل الولاده مباشره، بيزيد خالص اول ما الطفل يتولد مباشره، بيبدا اللبن ده ان هو يتفرز، تمام؟ ده الغذاء بتاع الطفل، هو اتولد اهو الغذاء بتاعه اهو، مفيش حاجه او حاجه تمنع ان احنا نحرم الطفل من الام في اول ساعه. المفروض زمان ما كانش بيحصل الكلام دوت. الطفل اول ما بيتولد يتاخد على صدر مامته على طول، وايه وهما الاثنين الجلد بتاعهم بيلامس بعضه. ليه؟ عشان عمليه انتاج اللبن مهمه جدا الخطوه دي، فيها عمليه السكين تو سكين كونتاكت دي، تمام؟ فما مش يعني مش من المفروض ان احنا نمنع الطفل عن الايه؟ عن امه في اول ساعه. ليه؟ عشان هو محتاج الرضاعه الطبيعيه في اول ساعه. ليه برضو؟ علشان لبن السرسوب دواتي بيحتوي على ايه؟ يحتوي على المواد الغذائيه من الدهون، شويه دهون قليله، بروتينات عاليه، دول مساعدين هيساعدوه في عمليه النمو. الحاجه الثانيه، في مواد مناعيه تحميه ضد الاصابه بالميكروبات المختلفه، تمام؟ احنا الام بتدي الطفل مناعه عن طريق ايه؟ عن طريق اللبن، وعن طريق اثناء ما هو جوه الرحم في مواد من الدم بتعدي لها، ده بنسميها المناعه السلبيه، تمام؟ الطفل هو اللي بيستقبل، فمنها اللبن، نزول الايه الاجسام المناعيه دياتي، منهم الجلوبيولين المناعي اللي اسمه اي جي اي، تمام؟ وفي بروتين تاني اسمه لاكتوفيرين. لما تيجي تاخد تصاب بدور مثلا كوفيد ولا دور برد ولا الدكتور يوصف لك حاجه فيها لاكتوفيرين، دي بتساعدك، دي بتحاول ان هي تحفز جهاز المناعه وتساعدك ان انت تتخلص من الميكروب اللي بيصيبك يعني، تمام؟ فهو ربنا خلقه موجود طبيعي، الطفل هيحتاجه في الفتره دياتي، فانا ليه احرمه منه؟ فهم ربطوا ما بين الدراسه وبين الاطفال هتقدر تكمل حياتها عادي. يعني في اطفال لا قدر الله هتتوفى بسبب ايه؟ ان هي ما رضعتش اللبن الطبيعي بتاع الام، وخصوصا لبن الايه؟ لبن السرسوب اللي هو في اول اسبوع. طيب لو الام عملت عمليه قيصريه، بنقعد فتره على بال ما تاخد الام ايه؟ تاخد الطفل بتاعها. الحاجه الثانيه ان ما بتلاقيش النصيحه من اللي حواليها او من الاطباء اللي حواليها ان هم ايه يدوها الطفل على طول او بسرعه، ان هي بحيث انها ترضعه في اول ساعه. في اول ساعه محتاج البروتينات الكتيره اللي قلنا عليها، محتاج الدهون القليله، محتاج الاجسام المناعيه، محتاج اللاكتوفيرين، كل الحاجات دياتي بتدي الطفل فايده هو محتاجها. انما ايه اللي بيحصل؟ نجري بعد ما الطفل يتولد على الدكتور، احنا عايزين ايه؟ او ايا كان، يجي حتى بعد الساعه الاولى وبعد اليوم يجي يكشف عند دكتور اطفال يقول لك انا ايه من ضمن الحاجات، طب يا دكتور اللبن مش نازل. لا، هو مش هو مش اللبن مش نازل، هو كميته اصلا قليله في الفتره دياتي، في اول اسبوع. فهو بس هو في الاول اسبوع دوت والكميه دي فيها الفايده للطفل، بس انت ما تعرفش، ده تقدير الهي، فانت ما تلعبش فيه، ما نحاولش ندخل له لبن صناعي منه هو لسه ايه، من هو لسه رضيع في اول اسبوع، تمام؟ احنا عندنا في دواعي للرضاعه الطبيعيه، وفي دواعي اسف للرضاعه الصناعي، وفي دواعي ان الام ما ترضعش طبيعي. ده حاجات كارثيه ان شاء الله مش تكون موجوده مع اي ام الا يعني نادرا. فاحنا ما نسيبش الرضاعه الطبيعيه، وخصوصا رضاعه اول ساعه، عشان دي مهمه جدا ومناسبه لايه؟ لجسم الطفل دلوقتي ولحالته. بعد الاسبوع الاول في لبن مرحلي ما بين اللبن السرسوب واللبن الطبيعي بقى بتاع الام اللي هيفضل يرضع فيه لغايه حتى سنتين، مفيش مشكله، تمام؟ فنحاول ان احنا ايه، ما لا ياخد لبن صناعي ولا ناخر عليه اول ساعه رضاعه مهمه جدا، الغرب بيهتموا بيها جدا، وان هم سردوا اعلى معدلات لعدم الرضاعه الطبيعيه في اول ساعه عندنا في البلاد الناميه. فنحاول ان احنا ايه، نقلل فرص حدوث الايه، ان احنا ما نرضعش في اول ساعه. خلاص، شكرا.